معكم الشاب كريم صفريوي المعروف بالاغاني الراي والاغاني الشعبيه اللي شاركت في فورماسيون برا في تركيا وفي تونس وفي ليبيا وشفت راسي غادي نعطي لهذا المجال مزيان وجيت يعني نقوم بهذا الواجب في بلادي يعني نعطيه في بلادي انا يعني نهز الرايه ديال البلاد اللي جيت لمدينتي مدينه صفرو اللي انا عايش فيها وصراحه كاين برامج بزاف اللي غادي نقوموا عليهم منهم غادي ندير واحد المنوعه ديال الشعبي الجديد اللي راني درت حاليا درت اغنيه ديال عشقت الزين وداني هواه اللي كانت المشاركه ديالي قيمه في هذه الاغنيه هذه اللي بالمساهمه ديال الاخ ادريس الزعار وسي محمد مصباحي وما نساوش الاستاذ حسن الجزولي ومنهم بزاف ديال الفنانه اللي ما كنقدروش نقول الاسماء ديالهم وحتى لهم هما لهم الشكر الجزيل وكنتمنى الناس يساندونا ويساهموا معنا من بعيد ومن قريب وان شاء الله غادي يكون الجديد فيما قريب ان شاء الله مع واحد الفنان اللي نخليوه سكري ما نقولوش الاسم ديالو العرقلات اللي كاينين هما كاين بزاف ديال الحساد من طبيعه الحال في اي مجال كيكونوا بزاف ديال الحساد بزاف ديال الناس يعني ما كيبغيوكش الخير الحمد لله حنا ما واقفين حتى على شي واحد خدامين بعرقنا هذا الفن هذا دايرينه يعني حنا دايرين هذا الفن هذا كهوايه دايرين هذا الفن هذا عندنا الدومين ديالنا كنخدموا فيه اللهم لك الحمد الناس كيبغيونا كيعرفنا الجميع بالنسبه للكونفيرمو ما كانتش خدمة ما كانوش مهرجانات ولكن عندي مشروع ديالي اللي خدام فيه أنا شخصيا براسي وكما كتعرفوا الكونفيرمو مع التمنية كل شيء كيشد كل شيء كيدخل دارو الناس كيدخلوا كيجلسوا كل واحد شنو كيدير أنا كندخل يعني كنتجأ الكتابة وكنتجأ بزاف ديال الأفكار باش غندير واحد العمل اللي هو غادي يكون عمل جيد إن شاء الله فلذلك خصكم تتبعوني على القناة ديال كريمو صفريوي ما كاينش الحب أول حاجة كاين الحب من الدرجة الأولى هو الحب ديال الأم ديالك وديال الأب ديالك أما يقولك شي واحد راني كنبغيك راه كيبغيك على غرضه إلا كانت عندك المادة راه غيبغيك ما كانتش عندك المادة غيدوز بك واحد الوقت وغيلوحك فاش ما يلقى فيك ما يلاه اش كيقولك شي واحد راه يعني البنات راه كيبغيو راه ما كيبغيو والو راه كيبغيو الطوموبيلات كيبغيو الفلوس كيبغيو هادشي اللي كيبغيو البنات الحب في المغرب ما كاينش بصفه نهائيه الكلمه الاخريه كنشكر جريده اصوات والشكر الاخ عزيز صبيح الاستاذ المحترم ديالنا عليه الشكر والتقدير اللي جا ومن بعيد وعطانا واحد الكلمه شخصيا لهذا الانسان هذا راه ليه الحب والتقدير وشكر للجماهير اللي كتبعنا شكر للحساد والمتتبعين ديالنا وكنشكرهم وكنشكروا اي واحد كيبغينا ولا ما كيبغيناش فشكر للجميع شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك